السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هذا خوخ الفلوريدا، ما شاء الله الفلوريدا حبة. الآن فيه شيء تو عاقد، شيء صغير وشيء كبير كما هو واضح لكم، ما شاء الله. هذه حبة كبيرة وذي كبيرة. هذا نوع من أنواع الخوخ فلوريدا، هذا اللي يطعم عليه، وهذا أصل الفلوريدا، ما شاء الله كثافة إنتاج رائعة جدا، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله، إنتاج كثيف واضح جدا، ما شاء الله. هذا الفلوريدا عندنا شتلاته مشتى الفتح بريدة، حياكم الله. وهذا واحدة المزارع، حبيت انه اوضح لكم صنف الخوخ، حياكم الله. مع تحيات مشتى لكم مشتى الفتح بريدة.